السلام عليكم، معاكم المهندس عمرو المليجي، وان شاء الله هنكمل في الفيديو ده شرح برنامج الايتابس. كنا وقفنا في الفيديو اللي فات على السيزمك تشيكس وعملناها، وقتها كنا عملنا البشير وحطينا الفاكتور بتاعه وعملنا تشيك على نمبر اوف نودز، وفي اخر حاجه عملنا تشيك الدريفت، وقلنا وقتها ان ده تشيك مبدئي سواء هو سيف او انسيف مش هتفرق، احنا بس بنشوف احنا فين، لان كده كده لسه هندايزن الاعمده وهندايزن الشير رولز والكورز، فاحنا لسه فكونوا انسيف او سيف مش ده اللي هيبقى الاساس معانا زي ما قلنا، بس بنوصل ل يعني نشوف الدنيا فين. عايزين نبدا دلوقتي نصمم الاعمده بقى الخطوات بعد التشيكس. هنبدا نصمم الاعمده. هنصمم الاعمده ازاي؟ كل مهندس طريقته وليه شغله، لكن انا الطريقه اللي اشرحها دي الطريقه اللي بفضلها وبشتغل بيها. هنعمل ايه؟ هنجيب الاكسيال لود او النورمال فورس على الاعمده بسبب الجرافيتي لود كيس اللي هي الالتيميت، يعني المفروض ان العمود شايل من كل الزلازل والويند والكلام ده كله، بس انا همسك دي لان دي 90% بتبقى هي كريتيكال. طبعا احيانا بتبقى هي كريتيكال بس هي الاصل انها كريتيكال، وهمسك الاعمده اصممها مانيوال باكسل شيت بره على الاكسيال لود بسبب الجرافيتي، واقوم اعرف القطاعات دي بتسليح على البرنامج. بعد ما اعرف القطاعات دي بتسليح على البرنامج، او مع خلي البرنامج هو يعمل لي تشيك عليها على كل اللود كيسز بقى او اللود كومبينيشنز كلها اللي موجوده، ولو حاجه انصيف ابدا اغير فيها. بعد ما هكون ظبطت القطاع على كل عمود، ابدا بعد ما التظبيط ده ابدا اقص بقى القطاعات، لان زي ما قلنا او زي ما الناس عارفه احنا عايزين نوفر، فكل ما طالع كل ما اللود على العمود بيقل، سواء من الجرافيتي لود او من السيزميك لود او من الويند لود. فانا لو قللت القطاع ده هيديني توفير كبير. فدي خطوات المختلفه لتصميم العمود. فنبدا اول حاجه بالديزاين المانيوال بتاع الاعمده. هنصممه ازاي؟ طب اول طبعا عشان نصممه محتاجين نجيب النورمال فورس. فهعمل ايه؟ محتاج طبعا نورمال فورس تحت، فانا ممكن اعمل ديفاين او فيو سيت بيلدينج فيو ليميتس واخفي كل حاجه الى الدور التحتاني، يبقى انا شغال من بوتوم ستوري بيز لحد توب ستوري وستوري 1. كويس جدا، خافين كل حاجه الا الدور التحتاني. بعد كده انا مش عايز غير الاعمده، فممكن اعمل سيلكت اوبجكت تايب كولومز شو سيلكتد اوبجكت سوني، بحيث يبقى ايه يخفي كل حاجه الا الاعمده. بعد كده هنعمل ايه؟ طبعا هو الرن كان اتفك، فهرن تاني بس كده الرن خلص. هنعمل ايه؟ هنيجي نظهر الاكسل فورس على كل عمود بسبب الالتيميت لود كيس. نيجي نفتح دي كده ونعمل كومبو ونختار التيميت، ومع التيميت نختار اكسل فورس، وتعمل شو فاليوز ات كنترولنج سيكشنز عشان يديك الارقام على الرسم. بس اوكي كده هتلاقي ايه؟ كل عمود اداك ايه؟ اداك اللود اللي عليه. جينا نقلب كده بعد يعني ايه اهم حاجه نبص عليها دلوقتي؟ اقل رقم واكبر رقم. هتلاقي اقل رقم 2000 وشويه تقريبا هو الرقم ده، ولو جينا نلف كده ده رقم، في رقم كان 9000 شفناه، 9500 ده لحد دلوقتي اكبر رقم. ماشي بقى، هنفترض ان احنا بنرنج من حوالي 2000 لحد 10000. طيب يبقى اول حاجه انا عرفت ان 2000 ل 10000. انا لما اجي اشتغل بحب دايما بنعمل نماذج. ليه؟ عشان النماذج دي سهل جدا التنفيذ وما يقعدش كل عمود بقطاع. طيب حلو، طب بنعمل كام نموذج؟ كل واحد براحته، لكن انا بحب اعمل يعني لو طلعنا مبنى واحد مبنى مش كبير برنج من 5 إلى 6 قطاعات. طيب هنعملهم ازاي؟ لو انا عندي اصغر حاجه 2000 واكبر حاجه 10000، لو قلنا مثلا 5 قطاعات يبقى انا عندي قطاع مثلا هيشيل 3000، يعني اقسمها بال 3 يبقى 3000 5000 7000 9000 10000. طبعا هي يعني كده مش مظبوط قوي، تعالى بس نحسب. يعني لو قلنا ثواني كده نحسب حتى لو قلنا 2000 10000 ايكوال ده ماينس ده، لو عايزين نقسمها 5 قطاعات يبقى ايكوال ده على 5 عشان نشوف الرينج نفسه، يبقى 1600. بنعمل ايه؟ لو جينا بقى في الاكسل كده اقل قطاع طبعا 2000، يعني اخلي من 2000 لايه؟ لحد اللي بعديه، يعني يبقى 2000 بلس 1600، يبقى اول قطاع بس يشيل حتى 3600. طيب
يبقى 3600 ايكوال ده بلس طبعا اي حاجه الحمراء في الاكسل ده هي اللي هندخلها، بس لسه هتكلم. احنا بنزود 1600 ونبدا نعمل ايه؟ نسحب كده. احنا قلنا اقرا حاجه كانت عندنا كام؟ 10000. يبقى انا هنقف هنا، يبقى انا مش عايز القطعه دي. تمام، حلو قوي. بعد كده بقى كده عرفت عندي قطاع سي واحده بشيل لحد 3600، يعني ده بيبقى اخر القطاع. القطاع ده بيشيل لحد كام؟ 3600 5200 6800 8400 10000. طيب بعد كده هيبقى عندنا ديزاين بقى. بص، الديزاين بتاع العمود، الديزاين بتاع العمود بيبقى عباره عن جزئين، اختيار بي وتي واختيار تسليح. اختيار البي وتي بيكون كالاتي: البي بيبقى البي مينيمم بتاعنا 300، ممكن تقل عن كده بس احنا ما بنستعملش اقل من 300. بتيجي تختار، اما تيجي تحط التي، التي ما تزيدش عن 5 البي، لان ده هيخش انت كده في كاتيجوري الشروط. دي التو كونديشنز الاساسيين في الخرسانه. طب بالنسبه للتسليح، عندك الفاي مينيمم بنحط فاي 16، اريا ستيل مينيمم برسنتج يعني نسبه التسليح من لا ما بتقلش عن 1%، وانا بفضل ما اقلهاش عن 1.2 1.3%، لكن لو وصلت ل 1% مفيش مشكله. بعد كده رص التسليح، رص التسليح بيكون كالاتي: السبيسنج المينيمم من السخين ما تقلش عن باي كود 7 سم. براكتيكالي محدش بيحب يقللها عن 10 سم الا لو في مشكله، يبقى 100 مللي. طب ماكسيموم عندك 2 ماكسيموم، يا اما 150 مللي من السبيس سبيسنج من البارز. لو انت هترص او اما تيجي تركب كنات، هتركب كنات كل سيخ، هتربط سيخ وتسيب سيخ، او 250 لو انت هتربط الاسياخ كلها على بعضها، مش هتسيب اي سيخ فاضي او مش مربوطه. ومن هنا من جهه تلاقي هنا في السبيسنج في اتجاه البي والسبيسنج في اتجاه التي، بحيث تقدر انت تشوف يعني وانت بترص التسليح تعرف، يعني زي ما شفت دلوقتي انا بس بوريك الاكسل، هتعرف منه البارز في اتجاه كل اتجاه السبيسنج منها قد ايه. طيب جميل، شوف هنكمل ازاي. دلوقتي عرفنا البي مينيمم ب 30 300. طيب احنا هنبدا بالمينيمم. طيب بعد كده هتلاقي حاجه هنا اسمها تي استيميتد، هو حسبها لك. هو حسبها بيزد على ايه؟ بيحسب هو التي استيميتد دي بيزد على، يعني بيقول لك لو القطاع باللود ده عليه في حد في نسبه تسليح 1%، اللي هو اقل نسبه تسليح ممكن تحطها، بيقول لك يبقى القطاع ده محتاج تي ب 1080 مللي. طيب احنا نعمل ايه؟ هنروح نقرب دي لاكتر 50 مللي بالزياده. يعني ايه؟ يعني عشان القطاع هيجي ينفذ في الموقع بيعمل كل 5 سم عشان زياده الخشب. فدلوقتي بقى ازود دي خليها 1100 50 بس، يعني 1000 يعني 1050 1100 1150، يعني بتمشي دايما في 50 50 يعني. يبقى ده 1100. طب بعد كده التسليح، اول حاجه زي ما قلنا الفاي مينيمم ب 16، رند بفاي 16. طيب نسبة التسليح، انا قلت انا بحب احط نسبة التسليح، طبعا انت لو حطيت 1% هيبقى سيف، فبس انا احب ازود شوية عشان احط، يعني انا المفروض ان الابعاد دي جايب 1%، فبزود شوية بحط 1.2 مثلا 1.3 حاجة زي كده، ف 20 في 16 ده كويس، ولكن نسبة التسليح 1.22%. طبعا هتلاقي السبلاي ازيد شوية من الديماند، يعني الكباسيتي هتبقى اعلى شوية من الريكوايرد. ليه؟ لان انا زودت شوية تسليح عن 1%، حتى تلاقي السبلاي على الديماند 1.07 ازيد شوية من الواحد، فكده كويس. طب بعد كده ازاي نرص؟ هتلاقي بقى النمبر فور بي والنمبر فور تي. النمبر فور بي والنمبر فور تي دي معموله بطريقه معينه عشان زي ما بتخش على التابس. بيبقى ايه؟ لو هتدخلها انت عدد الاسياخ في الاتجاه القصير كلها. انا باجي ارص في الاتجاه القصير، احنا قلنا السبيسنج مينيمم ماكسيمم 250 لو مفيش، لو مرصوص، لو في لو كل سيخ وسيخ، او معلش سوري كل الاسياخ مربوطه، و150 لو سيخ وسيخ. ده 300 لو حطيت فيه 3، بص حطيت فيه 3 في اتجاه البي هتلاقي ان السبيسنج 109. طبعا دي بتمشي، بس غالبا في 30 سم محدش بيحب يحط 3 سياخ، فلو حطينا سيخين هتلاقي السبيسنج اقل من 250، فانت سالف في السليم. 3 مش غلط. طيب بعد كده النمبر 40 هو بيحسبه، قال لك ان هو 10 والسبيسنج بينهم 113 مللي. احنا عايزين دايما السبيسنج يبقى من 100 ل 150، او ممكن توصل ل 250 لو انت عايز، لو هتربط كل الاسياخ. ال 10 دي خلي بالك التوتال نمبر في اتجاه التي، يعني معنى كده في ال 2 10 دول هتلاقي في سيخ محسوب مرتين، لان هم كلهم 20 سيخ، فتلاقي 10 في اتجاه ده 10 في اتجاه ده، والكورنر بارز محسوبه مرتين في الحسبه دي، ان هو بيجيب التوتال نمبر في الاتجاه عشان زي الايتابس ما بندخل. فاحنا كده عرفنا اول قطاع. طيب بعد كده نيجي على سي 2.
يبقى المينيمم بتاعه هنحط نبدا ب 300. بس خلي بالك انا حطيت ال 300 لقيت ان التي بتاعتها بقت اكتر من 5 البي، فما تنفعش، فنحط التي مثلا ب 400، البي ب 400. ماشي ظبطت. 1170 هنقرب الاقرب 50 مللي بزياده يبقى 1200. والتسليح طبعا لو اقل من 1% تاني النسبه عمود انصيف، فانا هنحط 16 مثلا ونحط 22 قليل 24 حط 26 كويس يعني ماشي 26 يعني خلينا نحط 28. طيب بعد كده لو حطيت في اتجاه البي 3 طبعا هضرب 3 بقت 159، ثلاث اتساخ بجاب سبيسنج 159 اكتر من ايه 150 بس اقل من 250 فتعدي. ممكن تخليها 4 هتلاقي ايه بقت 106 في 4 بقت 106. طب الاتجاه ال 12 بقت ايه 101.6 اقل اي اكتر من 100 زي ما قلنا هي ممكن توصل ل 70 بس انا ما بفضلش ده الا في الحاجات اللي هي ملهاش حل تاني. طيب بعد كده ده يبقى طبعا نجرب لو جربنا 400 هتلاقي كام 400 في 3 400 في 5 بمترين ماشي تمشي يبقى ده ممكن نحطه 1530 يبقى نحط 1550 نبدا ب 16 برضو نحط هنا مثلا 30 سيخ ما جاتش 32 سيخ لسه برضو طبعا سيف لكن انا بحب ازود شويه نحط 36. طيب تمام. طب في الرصه حطيت هنا 4 بقت السبيسنج 106 و16 الاتجاه هنا بقى فيه 16 سيخ والسبيسنج بتاعه 97.9 تمشي بس انا ما بحبش ده. فايه الحل؟ ممكن اغير الدايمتر، زود الدايمتر بقى خليه 18 قلل شويه ده خليه مثلا 32 سيخ ف 4 14 ايه بقت كلها اقل من ايه اكتر من ال 100 ايه وما فيهاش مشكله. طيب ده راح قلنا بقى انت زود بقى شويه البي تاني 450 ده لك 1680 يعني 1700 قلنا فايه 18 وانا لازم يبقى اكتر من فوق فنحط مثلا 34 ونشوف كام يعني لو حطينا 34 ورصينا 4 طبعا 3 جايه 183. طيب لو حطينا 4 لسه مش هيبقى اكتر من 100 فتمام. وفي الاتجاه التاني 15 السبيسنج بتاعه لسه ما وصلش لل 100 ففي الامام. بعد كده اخر قطاع ال 10000 ده حطينا 500 500 في 1800 كويس في 18 كام 36 مثلا لا نزود شويه تخليها 38. طبعا 208 تمشي بس احنا لو خليناهم 4 هيبقى 138 لسه فيها خليها 5 لسه فيها كويس. والاتجاه التاني الطويل هيبقى 16 وفي والسبيسنج منهم 114 فكله سليم. يبقى احنا كده عرفنا خمس قطاعات بتوعنا. هنعمل ايه؟ نروح نعرفهم على الاي تابس. طبعا احنا عشان الوقت وضيقه مش هنعرف كل القطاعات، هناخد بس اربع اعمده نشتغل بيها. فهناخد الاربع اعمده دول خلينا بس فاكرين ان انا المفروض نكتب يعني انا بشتغل بطبع الورقه واكتب عليها كل الرياكشنز واكتب كل النموذج عليها بس خلينا نحفظه. العمود ده او نكتب انا عندي ورقه ورا حتى العمود ده هيبقى 3977 يعني يتحط على نموذج حتى النموذج ده لان هو مش هينفع فده يبقى سي 2 يبقى ده سي 2. بعد كده ده هيبقى 557 يعني 5570 ويتحط على سي 3 كم فين ده؟ هنا سي 3. بعد كده ده يتحط على سي 2 ده يتحط على سي 1 وده يتحط على سي 1 اعتقد ان ولا ايه سي 1 سي 1 تمام تمام يبقى ده سي 1 وسي 1. نيجي بقى يعمل ايه؟ نيجي نفك الرام ونيجي نعمل ديفاين سيكشنز بقى. هنشتغل بس طبعا مش هنشتغل على كله هنشتغل بس على القطاعات اللي انا محتاجها ديفاين. طب حتى يعني انا كمان ممكن اقول ايه هنفترض ان دول كانوا سي 2 عشان بس نقلل مجهودنا فهنفترض ان دول المفروض كانوا محتاجين سي 1 بس انا هشتغلهم سي 2 عشان بس لما اجي ارسم قطاعاتي ارسم سي 2 وسي 3 فقط التسهيل يعني دلوقتي. فهنيجي نعمل ديفاين فريم سيكشنز خلينا نمسح دول بس عشان دول اصلا قدام نيجي على واحد من الاعمده القديمه نعمل اد كوبي. احنا قلنا هنشتغل على سي 2 سي 3 سي 2 كم في كم؟ سي 2 400 في 1200
400 في 1200. طيب تمام. بعد كده هتعرف تسليح، تخش على موديفاي شو بارز. طيب هتعمل ايه؟ ما تنساش اول حاجه تختار ان التحديد انت هتحطه، احنا قلنا بنحط تحديد نعمل بيت تشيك مش هنصمم، هو بيعمل تشيك، هنختار انفورسمنت بيت تشيك. تعالى بقى بص هنا على التسليح، بيقول لك في اتجاه 2 في كام بار؟ 1. هو بص بيعدي كل اتجاه لوحده والكورنر بار بيتعدى مرتين، فزي ما قلنا انا ظابط الاكسل بتاعي على كده. فهتلاقي في اتجاه البي في كام؟ في 4 تسياخ. يبقى نحط هنا في اتجاه اللونج 2 دايركشن في 4 تسياخ. طب اللونج 3 دايركشن اللي هو الاتجاه الطويل هتلاقي فيه 12 سيخ. كويس. بعد كده تختار هنا الدايمتر. طبعا هوديك اوبشن انت عايز تغير الكورنر بار دايمتر. احنا عاده بنشتغل زي بعض، وكنا عندنا الاثنين فاي 16 فاي 16. دوس اوكي، هتلاقي التسريح اترسم زي ما انت عايزه. ممكن تعد لو انت عايز تتاكد ان العدد مظبوط. ده كان لو ده يعني مثلا ده كان كام؟ كان 28 16. عد هتلاقي ان دول 28 سيخ. تمام. بعد كده عرفنا سي 2، تعالى كمان نعرف هتكون نعرف سي 3 اللي احنا عايزين نشتغل عليهم بس دلوقتي. سي 3 سي 3 400 في 1550 وتسليحه 4 14 فاي 18. يبقى نخلي فاي، نختار فاي 18 4 14. هندوس اوكي، التسليح اترسم. اوكي، عرفنا القطع اللي احنا محتاجينها. تيجي بقى نقف في البلان على اي واحد فيهم واختار اول ستوريز. ليه اول ستوريز؟ عشان تختار اي عمود في البلان يختار الاعمده كلها في كل الادوار. وتعالى نرجع بدل ما هو بس مختار دور واحد يرجع كل الادوار. اعمل هنا شو اول. اوكي، احنا قلنا ايه؟ قلنا ان ده سي 3 اساين فريم سيكشن سي 3. خلي بالك لما اخترت اخترت ده انا عاوز نختاره بويندو مش بنختاره بكليك، بويندو. هتلاقي ان هو مع كليك ويندو اختار 12 عمود عشان هم 12 دول. دوس ابلاي، هتلاقي العمود ده بقى ايه؟ كبر. تمام. قلنا هنمشي بقى كل ده سي 2 ايه للتسجيل دلوقتي. تمام. طب دلوقتي بقى هنحط القطاعات دي. افرض انا عايز بيزد على المعماري ضرب العمودان غلط، اختار العمود ده. سيبنا ده ضربه غلط، اختار العمود واعمل اساين فريم لوكال اكسيز واختار انجل 90 ايه ولف العمود. بص عملت ابلاي. طب ثواني كده نعمل احنا كده لف ولا ما لفش؟ لو انا هنا زيرو ما اختارش عمود اصلا كده زيرو لف 90 لف على حسب الضرب اللي انت محتاجه. ما انت كده دلوقتي لو جينا نفتح 3 دي هتلاقي عمدان الدور ده كله كلها سي 2، ده كلها كل العمود ده كله كل ده سي 3 وده كله سي 2. بعد كده نعمل ايه؟ عايزين نبدا بقى نشيك عليه. فعشان نشيك لازم الاول نرن وبعد كده هنشيك. تعال الاول نرن. خلص الرن، نيجي بقى عايزين نعمل نشيك على الاعمده دي. هنشيك ازاي؟ تيجي هنا في حاجه اسمها كونكريت فريم ديزاين. تعال اختار دوس على السهم ده، هنعدل كذا حاجه قبل اما نشيك. اول حاجه هندوس على فيو ريفايز بريفرنسز دي. اول حاجه هتختارها ايه؟ تختار الكود. هتختار بي اس لان البي اس اقرب كود للكود المصري. تمام. البي اس 99 قد كده. في حاجه اسمها يوتيلايزيشن فاكتور ليميت، بيستخدم من العمود قد ايه. لو حطيت انت 0.9 يبقى هو مستخدم من العمود ده 90%، لو حطيت 1 يبقى مستخدم من العمود 100%. ما ينفعش يبقى اكتر من 1 طبعا. طيب حلو جدا. طيب احنا بنحطه كام؟ بالخبره اللي احنا لو حطيناه 0.9 او مش بالخبره يعني هو المعادله بتاعت الكود الامريكي في البريطاني في تصميم الاعمده 0.4 في يعني احنا بنضرب في 0.35 هو ضرب في 0.4. ففي الاخر بتلاقي ان في فرق حوالي 10% او حاجه زياده في الكود البريطاني على الكود المصري. يعني زياده يعني ايه؟ يعني بيحط كباستي اكتر. احنا عايزين نرجع لزي الكود المصري فبنضرب في 90% فنقول له او شغل عمودها 90% من قدرته فيبقى ادوس هنا 0.9 وندوس اوكي. يبقى دي اول حاجه. تاني حاجه تخش على سيلكت ديزاين كومبانيشنز. طبعا عشان بس انا كنت شغال على الفايل قبل كده، انت هتخش هتلاقي المنظر كده.
في كل الكومبانيشنز اللي في الموديل، وفي اللي انت عايز تصمم عليه. فانا عايز اصمم على بتوع الزلازل، وعايز على الالتيميت والويند. دول طبعا ما بنصممش عليهم حاجه، وندوس اوكي. طيب بعد كده نعمل ايه؟ تي اوف اي بلان، واعمل undeflected shape، اعمل all stories، واختار الاعمده دي اللي هم الاربعه بتوعنا. وتعالى هنا بص ستارت ديزاين، احنا زي ما قلنا حاطين حاجات وهنشيك عليها قطعات بتسليح. خلص، تعالى بقى نشوف كده في 3 دي. بص اول حاجه تعملها ايه؟ عايزين نظهر نشوف كل عمود مستغل منه قد ايه. هتيجي تدوس على العلامه دي كده، تدوس display design info output، وتختار column bmm bmm interaction ratios، يعني اللي هو زي utilization ratio bmm، يعني axial m2 m3، يعني بي ودبل موف، يطلع لك العمود المستغل منه قد ايه. بص اوكي، بص كل النسب. لو اي عمود عدى ال 0.9 اللي انت محددها لها نوره لك احمر. العمود ده طبعا على وشك انه بص 0.838، فتمام. بس المهم ما فيش ولا عمود عدى، تلاقي كل الاعمده ايه في السرير، حلو قوي. طب العمود كان لقيت حاجه فيها معديه 0.9 ولونها احمر، يبقى انت هتيجي تقوم مغير القطاع ده للقطاع اللي بعده، او اللي بعد بعده، على حسب هو الفرق قد ايه. كويس جدا. ترى دلوقتي الاعمده كلها على القطاع الضيف. هتيجي بقى نبدا مرحله الايكونوميك ديزاين، نبدا نقص الاعمده عشان نوفر. طيب احنا دلوقتي اشتغلنا على سي 2 وسي 3، عايزين نبدا نقصهم. ماشي، نقصهم ازاي وايه رولز القص؟ هنعمل الطريقه نفس طريقه الجرافيتي كده. يعني ايه؟ يعني هنعمل حاجه مانيوال بره تقريبيه برضو، او يعني الى حد ما تطلع صح، وبعد كده نخش نشيك بالبرنامج. طلعت تمام تمام، ما طلعتش تمام هنبدا برضو نشوف هنعمل ايه. طيب فنكمل، عايزين نقص الاعمده، هنرجع على نفس الاكسل شيت بتاعنا، وهنختار الشيت ده اللي هو ريدكشن ان كولمز. ده ندخل فيه الانبوت الاتي. اول حاجه اف سي واف فيلد، والتوتال نمبر اوف فلورز اللي هو 12. بعد كده تدخل دلوقتي اول حاجه، طبعا قبل ما ندخل بقى الحاجه، ايه الرولز بتاعت القص؟ اول رول بالنسبه للخرسانه، ما ينفعش قطاع يستمر اقل من دورين، يعني ممكن القطاع يستمر دورين او اكتر، دي اول حاجه. تاني يعني انت ما ينفعش تغير قطاع قبل دورين. تاني حاجه تيجي تقلل، ممكن تقلل الخرسانه في اي اتجاه 10 سم، يعني اتش ساي، يعني ممكن تشيل من التي 100 او من البي 100 كحد اقصى، يعني او ده لوحده او ده لوحده او الاثنين. ماشي، دي حاجه. طيب ده بالنسبه للخرسانه. طب بالنسبه للتسليح، ممكن تغير، ممكن تنزل بالدايمتر درجه. طيب يعني يعني تنزل درجه، يعني مثلا بدل ما هو 18 تخليها 16 اللي هو المينيمم بتاعك مثلا، او تشيل سيخين او اربعه. طبعا لازم تشيل حاجه فرد زوجيه عشان يبقى سيمتري، يا اما اثنين يا اما اربعه يا اما سته يا اما ثمانيه حتى لو احتجت. يعني يعني انت في الاخر بتقلل القطاع بطريقه معينه، وبتقلل التسليح بطريقه معينه. وهتشيك تشيك صغير كده في البرنامج في الاكسل ده اللي بيعمله، ده تقريبا بيعمل تشيك تقريبي كده هنحكيه وقتها. وبعد كده ندخلها على تابس وهو شيك. طيب بنعمل ايه بقى؟ تعالى. اول قطاع سي 1 ده كان شال 12 دور اللي هو القطاع الاصلي. وابعاده كانت كام في كام؟ احنا طبعا مش هنشتغل على سي 1، هنشتغل على سي 2. حتى خلينا نشتغل على يعني خلينا عشان ننجز وقتنا نشتغل على سي 3 بس. والطبع على سي 3 الطبع على كله طبعا. بعد كده 12 دور. طب سي 3 ايه؟ اللي هو اول قصه او اول تغيير في قطاع هنغيره، قلنا ما ينفعش القطاع يستمر اقل من دورين. يبقى عند 10، يبقى شال 10 دور. بعد كده سي 3 بي يبقى شايل 8. سي 3 سي شايل 6. سي 3 دي شايل 4. وسي 3 اي شايل 2. طيب كويس. بعد كده سي 3 كان 400 في 1550، 400 في 1550، وتسليحه 32.18. طيب اول قصه بعد 10 ادوار، قلنا اخرك تشيل 10 سم في كل اتجاه او 100 مللي.
بس انا بقول لك ايه، في اتجاه البي ما تشيلش 10، دايما تشيل 5 لان ده كتير. لان انت اما تشيل من الاتجاه القصير 400 بس شلت 10، يعني انت شلت ربع قطاع العمود، فده كتير. فهنكتفي بس ان احنا نشيل 50، يبقى 300 او 5 سم 350. وفي اتجاه التي هنشيل ال 100 اللي هي تبقى 1450. طيب بالنسبه للتسليح، تعالى اول نشيل، دايما بنبدا احنا بنشيل سيخين، يبقى 30 فاي 18. بتعرف ده مبدئيا كويس ولا مش كويس بيزد على ايه؟ اول حاجه التسليح، نسبه التسليح. لو انت بتحب تحطها 1.2 1.3، طبعا انت معاك ماكسيمم لحد 3% لو انتيريور، 4% لو اكستيريور، 4% لو ايدج، و5% لو كورنر. فاحنا بس انا في العادي بحط من 1.1.3، لو قفلت معاك 1.5 1.6 يعني. فانا دلوقتي شلت سيخين طلع 1.5، ده كتير شويه. فبتعمل شيل 4 سيخ 18 يعني، لا كتير، لا مش 4 سيخ، سوري، احنا كده عايزين نشيل 4 سيخ يعني نحط 28، ماشي، الى حد ما ده مقبول. بعد كده بتبص على ايه؟ بتبص على الاكتشوال وعلى المينيم. المينيم ده انت محتاج كام؟ محتاج العمود ده يكون شايل 83% من العمود الاصلي. طب هو شايل كام؟ بيقدر يشيل كام؟ بيقدر يشيل 83%، يبقى خلاص ما ينفعش تقل عن كده. طبعا الاكتشوال دي ما ينفعش تبقى اقل من المينيم، ما كان ممكن تبقى اكتر، ماشي. طبعا احنا الرص بتاعتنا عشان برضو ندخلها كامله، كان الرص كام؟ 4 14 4 14، احسبها لوحده. طب طب لما نيجي نقص، تعالى نحط كده 4، هتلاقي لا السبيسنج قل قوي، تعالى نحط 3، حلو، 3 133، وانا 113، كويس. نكمل سي 3 بي، هنشيل منه 50، وفي اتجاه تي هنشيل 1350. نجرب نشيل كمان، يعني نحط 18 ونشيل مثلا سيخين 26. لا الرقم بدأ يضرب، يعني بص نسبة التسليح عالية. عشان تبدأ ترجع لنسبة التسليح كويسة تاني، هتلاقي نفسك بتقلل الدايمتر العدد قوي، فالسبيسنج هيبوظ. فالحالة ان انت تبدأ تقلل الدايمتر كمان، يبقى 26 16، ماشي. طب بص، ما ينفعش 26 16، لان انت دلوقتي جايب هنا النسبة دي اقل من دي، فما ينفعش. فحط 28 16، مش مظبوط. يبقى الحل تيجي هنا ما تقصش في الاتجاه ده، حطها 350 كده، كويس. ما بالك بقى احنا معاك لحد ال 5 سم او 10 سم، ممكن ما تقصش في حاجه اللي انت لو انت مش عايز، ماشي. بقى دي اكبر من دي كانت، تمام. والعدد حط هنا 3، السبيسنج هو اكبر من 100 واقل من 150، وده برده اكبر من 100، فيها تمام. طب بعد كده تعالى نحط هنا 300، 1250، 26 16 كتير النسبة، خليها 24 16، ماشي. طيب 300 ممكن ترص فيها 2 او 3، 2 طبعا 2 اقل من 250، ده اللي هو بيبقى 6 كورنر بارز، ما فيهمش مشكلة، والناحية التانية كويسة، فتعدي. طبعا اخرك ال 300 ما ينفعش تقلل عنه، فتحط هنا 300، وهنا هيبقى 300، حط هنا 1150، وهنا 1050، تمام. طبعا ما ينفعش تقرا عن فاي 16، فنحط هنا 16، لو حطيت 22، ماشي، كويس، ده اكبر من ده، تمام. حط هنا 2، جينا 11، والسبيسنج كويسه. حط هنا 16 20 20 16 النسبه كويسه، وده اكبر من ده، تمام. نحط هنا 2 10، السبيسنج كويس. طيب هتعمل الكلام ده في كل القطاعات. طيب بعد ما عملت الكلام ده في كل القطاعات، طبعا هنشتغل على قطاع واحد عشان ننجز بس وقت. هرجع للايتابس تاني في الكران، خلينا ايه، نظهر ده كده، نعمل ديفاين سيكشن بروبرتيز فريم سيكشن. نيجي على سي 2، هنشتغل على سي 3 سوري، اعمل اد كوبي هنا كده، اعمل اد كوبي، ده اسمه سي 3 ايه، ابعاده كام؟ 0.4.35 في 1.45. خش على التسليح، طبعا مش باين هنا، موديفاي هتلاقي كام؟ 3 13، هنا 3 وهنا 13، اوكي.
اوكي بعد كده هات كوبي تاني سي 3 بي 0.35 1.35 3 13 بس فيها 16 نفس العدد بس فايز الطرف. بعد كده هات كوبي سي 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 بوينت 3 1.25 تصليحه كام؟ 2 12 سخين وسخين سخين و 12 سيف 2 12 هات كوبي سي 3 دي 300 1.15 كام 2 11 بعد كده اخر واحد ده 2 10 عرفنا كله استكاشن ماشي نرجع تاني فكده الران خلاص تيجي بقى تقف في الثري دي هنشتغل كالاتي بنشتغل قطاع قطاع يعني ايه يعني سي دلوقتي احنا طبعا هنشتغل على سي 3 بس فاللي هيطبق على سي 3 هيطبق على اي حاجه تانيه تعمل ايه هتيجي تعمل سيلكت بروبرتيز فريم سكشن select properties frame sections تختار سي 3 هو ايه اختار قطعه سي 3 بس تعمل كليك يمين شو سيلكتد اوبجكتس اون خفى لك كل حاجه الا سي 3 انت عايز تعمل ايه دول ثابتين عايز تغير الاثنين دول بعد كده عايز تغير الاثنين دول عايز تغير الاثنين دول تعمل ايه اعمل فيو سيت بيلدينج فيو ليميتس انت دلوقتي ستوري 1 و 2 هما سي 2 الاصل سي 3 الاصل بعد كده ستوري 3 من ستوري 3 لستوري 4 هو سي 3 اي اختار كده كله واعمل اساين فريم سيكشن سي 3 اي بعد كده نكمل 5 و 6 سي 3 بي كمل 8 و9 يبقى ده 9 10 بقى يبقوا دي بعد كده 11 و12 يبقوا ايه هتروح تكرر ده لكل السكشنز اللي عندك 1 و2 و3 و4 و5 احنا شغالين بس على 3 وعشان ايه زي ما قلنا الوقت خلصنا ده اعمل بقى شو all objects واعمل view set building view limits شو all نزل كل حاجة ورم كده رن خلص تعال برضه نظهر العمادة بس احنا كنا شايف ده سي 3 اللي احنا كنا قصيناه تعال نختاره لوحده لو نختار قطعات سي 3 بس او مش سي 3 يعني هو كل سي 3 يعني من الاخر اللي هو سي 3 و A و B و C اعمل شو سيلكت اونلي نبدا نصمم نختار ده كده ونصمم بص يا سيدي حصل ايه؟ نزل برضو النسبة اللي هي كنا بنتكلم عليها
اوكي طالما مفيش حاجة حمراء يبقى مفيش حاجة عدت البوينت 9. طب لو كان في حاجة حمراء عدت، سي مثلا في عمود فوق كان قطاع صغير وعدى، تعمل ايه؟ مثلا سي ان هو كان هنا، هتقول ايه؟ بدل ما انا مثلا هنا كان دي وهنا دي وهنا ايه وهنا ايه، لا هخلي الدي مكمل لحد فوق. طيب كملت دي لحد فوق طلع انصيف، لا يبقى خلي السي يبقى ده سي وده سي وكمل بقى سي 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 سي، يعني يقطع ما يبداش يقص العمود، وتجي في اللحظه تعمل نوت تقول ان العمود ده بالذات هيجي يبدا يثبت القطاع من الدور مثلا السادس، بحيث كده ايه يفهم هو ان العمود ده مش هيتقص في بقيه الادوار. ده بالذات مش اي سي 3، يعني السي 3 اللي هو العمود السبيسيفيك ده بس. بعد كده بقى هيجي مرحله رسم القطاعات، وممكن رسم يعني رسم القطاعات طبعا لو انت مظبط الاكسل شيت تبقى فاهم ازاي ترسم على طول. بس ممكن ده نعمله ان شاء الله فيديو في الاخر مع رسم قطاعات الحوائط. شكرا والسلام عليكم.